اذا هذا المفروض هلا اللي عملناه هون رح ينزل ستيدي ستيت ايرور لواحد على 10 من قيمته، مش هيك؟ واحد على 10 مزبوط. ولو بدي اكثر بقدر اضيف المفروض ما يتاثر الروت لوكس. واذا عملنا ران كمان نفس الطريقه انا كنت جرب الفكره اللي انت اقترحتها، بعرف شو بصير اذا حطيتهم بعد كثير. انا ما عمري جربتها بس جربها وشوف، لو حطيتهم بعد كثير رح يكون اثرهم قليل. هلا يمكن يكون التصحيح في ستيدي ستيت ايرور بطيء، ما بعرف، بعرف شو بصير بالسيستم، بس هو المفروض ذا بولز بعيده ما ياثروش على على الريسبونس، بس انا ما عمري جربتها. هلا المفروض بشكل عام الترانزنت ريسبونس ما يتاثرش كثير. خلينا نطلع اول شيء، نطلع على الترانزنت ريسبونس. الترانزنت ريسبونس خلينا اعمل زوم بالاكس اكسس وتاكد من الرايز تايم. الرايز تايم لسه اوكي والاوفر شوت لسه اوكي. المشكله الاساسيه عندنا باخذ وقت حتى يعمل اليمينيشن للستيدي ستيت ايرور. فاذا عملنا هلا زوم اوت بدنا هلا بدنا نغير هاي. لا هو احنا ما عملناش رن ل 20 سكند، فعشان هيك بدنا نرجع هلا نعمل رن ل 100 سكند مثلا ونشوف. هي سيتلينج تايم زي السيتلينج تايم طبعا صحيح. خلينا نعمل نهران لمدة 100 سكند نتأكد نشوف انه ستيدي ستيت ايرور لوين بروح في النهاية. هاي كانت 100 سكند اول ما فتحنا الفايل مضبوط. دكتور ممكن نعمل ديزاين بناء على البود بلوت باستخدام الليبل كومبنسيتر؟ طبعا بس يكون على الفيز والجين مارجن، ولا ممكن كمان نشتغل بالتمدد؟ والله انا الصحيح في تصميم، اظن في تصميم بيجمع التنين مع بعض وفي تصميم بيعمل كل واحد لحاله، بس انا ما درسته للطلاب ما اعطيتهم اياه. احنا كل اللي عملناه في البودي بلوت بس اطلعنا على الفيز والجين مارجنز، ركزنا على هدول ما عملنا ديزاين، ما عملناش ديزاين. مين لقيته اسهل، البي اي دي ولا الليد لاك كومبنسيتر؟ البي اي دي اسهل، بس الليد لاك كومبنسيتر مور ساينتفك، يعني حطينا فاليوز محدده وصممنا عليها. دكتور قصدك البي اي دي اسهل من زيجلر نيكولس؟ مش زيجلر نيكولس اسهل، زيجلر نيكولس، بس زيجلر نيكولس كمان ما اظنش في شيء ساينتفك يحدد لك قديش بيطلع معك الرايز تايم هذا. خليني اول شيء اعمل بس هلا زوم هون، خلينا نعمل زوم على الواي اكسس. بطيء صار السيستم. تفضل. اوكي هي عماله بنزل ستيدي ستيت ايرور بده كمان وقت، بس واضح انه نزل من القيمه الاصليه للقيمه الجديده من هناك، يعني عماله بنزل فايفنشلي ستيدي ستيت ايرور راح ينزل، بس عماله باخذ فتره طويله حتى يوصل هذه الفاليو. اوكي okay.